ستموت. 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 الكلمة الأخيرة استعدوا للقاء الله. ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. هتقف قدام ربنا، هتقف قدام ربنا وهيسألك مباشرة: عبدي 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 لما عصيتني؟ لما عصيتني؟ هتقول له إيه؟ وأمامك جهنم، وعن يمينك وشمالك أعمالك تكذبك. بما ستجيب الله؟ ولن تستطيع يومها أن تكذب. ماذا ستقول له؟ إخوتي، آخر كلمة: استعدوا للقاء الله. فإذا صدقت في الاستعداد للقاء الله طهر قلبك من الدنيا ومن الحرص ومن الحقد ومن الحسد ومن الهموم، واستطعت أن تصدق مع الله، وهذه غاية المراد.